السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. واخيرا قديت النوض ندير معكم هذا الفيديو هذا ونشاركوا معكم ان شاء الله بدعواتكم بلي كومونتير اللي حطيتو لي. ربي الحمد لله استجب، راني الحمد لله شويه دابا مع الادويه مع داكشي، يعني داكشي اللي داز عليا. راكم شفتوا الفيديو السابق شنو كان وقع لي، كنت تخناقت وكانت واحد الحاله ديالي زعما ما كتعجبش، ولكن الحمد لله تبعت الدواء، تبعت يعني الاحتياطات ديالي كنت دايرهم، جميع الاحتياطات كنت دايرهم باش ما نبقاش الناس، ما نعاديش الناس، ما نشوفش الناس. يعني من نهار اللي جاتني كورونا نرجعو حنا سادين علينا الباب، يعني باش ما نعاديوش الناس اخرين، باش حتى واحد ما يتقاس على قولة الله اكبر. والحمد لله الدعوه ديالكم، الدعوه ديال العائله، الحمد لله ربي استجاب، اللهم لك الحمد، ربي كيعصينا ويعفو علينا. هذا الشيء علاش بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. غادي نحط لكم واحد الوصفه مهمه بزاف بالنسبه لهذا الفيروس، وغادي تشوفوا معايا واحد الدواء اللي وليت خديت، زدت واحد الدواء زادو لي الطبيب باش عطاني واحد الطاقه باش قديت نوقف، باش قديت نوض. دابا الحمد لله راني شويه ارتاحت، اللهم لك الحمد. كنتمنى هذا الفيديو تعجبكم، وكنتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو، وفرجه ممتعه. اول حاجه كنبدا بها كنمشي ندير العصير، كنعصر شي كاس ديال الليمون ولا جوج حيت ضروري فيتامين سي والسوائل ضروريه. نهز من تحت نشوف ربما يكون خامس، كيديروا جوج البيعه من فوق، هانتوما شفتو داير شوفو الداخل كنضرات كيف كيف. صافي نعصر هادشي، يلا معايا نعصرو شي كويس ديال التين. شي كيقولوا التين، شي كيقولوا الليمون، حنا كنقولوا له التين. والحمد لله اللي صبحت شويه دابا قاده، بعدا كنوقف شويه في الكوزينه كنوجد الفطور. غادي نعصر الليمون ونفطر وانتم معايا. البنات باقيه حاسه الشم ما عنديش نهائيا. الحمد لله على كل حال دابا راني الحمد لله قديت نوقف، وجدت الفطور ديالي بيدي ودرت كنهز العصير، وغادي ناخذ واحد الدواء. الدواء اللي كتشوفوا معايا هو اللي زادني الطبيب، هو اللي غادي نلقى الراحه ديالي ان شاء الله عليه، حيت شرب جوج حبات، كناخذ جوج حبات كنديرهم في الماء. شربت جوج البارح وانا صبحت لاباس الحمد لله، دابا راني فطرت غنشرب كوز العصير ناخذ الدواء. الفيديو السابق البنات اللي حطيت لكم كنت عيانه بزاف، يعني دازت عليا الله يجعلها مغفره الذنوب وصافي. من بعد اتصلنا بالطبيب عطانا هاد الدواء هذا اللي شفتو معايا، خديت منه جوج البارح يعني كيذوبوا في الماء، جوج اقراص مور الماكله، جوج حبات في النهار يعني. صافي خديتهم والحمد لله، عاود هاد النهار ناخذ جوج هما مور الفطور. وزدنا هاد ازيكس حيت في الاول ما كناش لقينا ازيكس، درنا ازيد، درنا غير 3 3 ودابا زدنا عاود 3 3، يعني بوطه فيها 3 ديال الحبات. اي والله يشوف من حال الجميع، والله يهز علينا هذا الوباء يا ربي في المقارب. شوف البنات يدي ولاو كيتقشروا عليه، ما عرفتش بهذا الدواء ولا بالمرض ولا باش. شوف عن قرب نشوف شتو كي دايرين، حراشو حراشو كيتقشروا كينوضوا بحال الجلود من يدي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، شتو على كارثه هانتوما. بغيت ما بقى على خير وصافي. ودابا غادي نديكم معايا للمطبخ، غادي نشوف واحد الوصفه. هاد الوصفه عباره عن سوب، هاد لاسوب ضروري خصنا نحضروها في هاد الفتره ديال كورونا، مهمه بزاف البنات هاد لاسوب. خليكم على فيديو
هاد لاصوص غادي نحتاج فيها البصله، البصله الحمراء بهذا الشكل، يعني ما تكونش بيضه تكون حمراء، عندي 5 حبات تعاود ثاني، يعني ماشي كبار بزاف. غادي نديرهم في الطنجره 5 حبات ديال البديانة، الوريدات ديال البديانة، 5 دعوات ديال عود النوار، خمسة ديال العواد ديال القرفة، كاين عود ديال عرق السوس، صافي. وغادي نزيد لترونس ديال الماء، بسم الله. دابا غادي نديرها طيب على العافيه. من بعد ما طيبنا البصله واحد تقريبا واحد 10 دقائق كنطفيو عليها ونرجع معها. كنحس بالبصله طابت، كنطفي عليها ونخليها تدفى شويه، ومن بعد غادي نزول ديك العويدات ديال القرفه وديال الباديانه وعود النوار وعرق السوس، ونطحن البصله مع هذا الماء. كنصفي هاد البصله كنحيدها هي الاولى، ومن بعد نصفي الماء ونطحن كلشي. من طحنهم غادي نزيد عليهم واحد المعلقه ديال العسل، العسل الحره، معلقه زيت العود، وعلى سوب ديالنا واجده ان شاء الله. الصحه والعافيه بالشفاء ان شاء الله. يعني هاد الوصفه غزاله ما شاء الله، درتها وهذه المره الثانيه، هذه المره الثانيه وانا كنديرها، يعني لقيت راحتي عليها. التنفس حتى هو كيساعدني مع هاد القرفه، راكم عارفين الدور ديالها، عود النوار، يعني كلشي صحي. نزيد واحد الحبه ديال عود النوار بقات لي هنايا، خصنا نطحنو حتى حاجه من هادشي. صافي، صافي. من بعد ما طحنتها غادي نزيد واحد المعلقه ديال الزيت، ممكن تزيدوها ملي تكونوا كطيبوا ديك لاصوب. انا ما كيعجبنيش الزيت طايبه والعسل، كندير متاع الاخر لحظه، العسل ضروري خصها تكون حره. صافي نخلطوها مزيان، انا ما كنشم والو. صافي، هذا هو الشكل لاصوب ديالنا، كتجي بنينه. كنت درتها المره الاولى قبل ما يتمشي لي حاسه الشم، عجبتني بزاف، كنت خديتها كناخذ كل مره كاس، ودابا راني ما كنشم والو. المهم كتنفع بزاف البنات، هاد لاصوب راه مهمه، كتعرفوا الفوائد ديال البصله، كتسرح الصدر، التنفس، القرفه عندها دور حتى هي في الشم، عود النوار، عرق السوس، كلهم مهمين بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم. صافي غندير واحد كويس وان شاء الله. قولوا بسم الله. شويه واحد التذوق، شويه شويه شويه، ما يعني ما حسش بزاف بالذوق، ولاني صحيه الصراحه. الحمد لله يا ربي بالشفاء ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وينال الاستحسان ديالكم، وكنطلب من الله يشافي جميع مرضى اللي تقاسوا بهذا الوباء هذا. وواحد الملاحظه البنات نسيت ما قلتها لكمش في الفيديو،
يعني الناس اللي تقاسوا بهذا الفيروس يعني يديروا جميع الاحتياطات، يعني ما يخبعوش، ما يقولوش للناس راه حنا ما فيناش كورونا وما فيهم كورونا، لان بزاف الناس كيتعادوا بلا ما كيكونوا عارفين. يعني نديروا جميع الاحتياطات ديالنا، نديروا الكمامه، نديروا التباعد، باش هكذا نحميو الناس اللي دايرين بينا باش ما يتعداش كل شيء. وواحد الحاجه اخرى، الناس اللي تقاسوا بكورونا ما ياخذوش الملحه وما ياخذوش السكر، يحاولوا ينقصوا من السكر ومن الملحه، وياكلوا الخضر بزاف، يعني الحاجه الخضراء كلها ياكلوها، سواء كان خيار، بيطراف، الجزر، اي حاجه اللي فيها شيلون، والخاص يعني كاع الخضر نكثروا منها في هذه الفتره هذه. ولي سوب، وهاد لا سوب اللي عطيتكم يعني راها هي مهمه بزاف بزاف. كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو شويه من هاد لا فيديو. نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.